الو، ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا، اهلا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال، مرات ابني حامل وفي الشهر الثامن. نعم. يعني ان شاء الله تولد في 17/8 بمشيئة الرحمن الرحيم. بالسلام ان شاء الله. ده اول حفيد ده شكله. هل تصوم ولا لا؟ واذا كانت تفطر ندفع كام في اليوم ان شاء الله رب العالمين؟ وحضرتك حماها؟ اه والله ما شاء الله، بتتصل بتسأل عشان مرات ابنك. ماشي ماشي يا استاذ مصطفى، ربنا يعني يبارك. بيقول ندفع ندفع لها يعني، والحوامل والمرضعات ويعينهم ويقويهم في صيام شهر رمضان. الحامل والمرضع الامر متروك لصحتها وتقدر تصوم او ما تصومش، مع استشارة الطبيب المختص. فلو جه الطبيب قال والله انت تقدري تصومي وصامت خير وبركه، قال لا لا ما تقدريش تصومي، هي هتفطر في رمضان، لها رخصه الحامل والمرضع انها تفطر في رمضان. السؤال بقى، فعده من ايام اخرى، هي كده كده هتقضي بصحتها الحمد لله زي الفل، فطرت 10 ايام هتبقى بعد رمضان تقضيهم، فطرت رمضان كله هيبقى عليها رمضان تقضي، طلع 30 هتقضي 30، طلع 29 هتقضي 29. السؤال بقى، هل عليها فديه برضو؟ يعني هل تطعم كل يوم مسكين برضو عن اليوم اللي هتفطره؟ عند الشافعيه لو فطرت في رمضان عشان خاطر الجنين مش عشان خاطرها هي، يبقى هتقضي وتطعم. ولو فطرت عشان خاطرها، عشان هي صحتها ضعيفه، خلاص يبقى هتقضي بس. تمام خلاص. طيب وضحت الرؤيه. وضحت الرؤيه.